في كل مكان، أشواطنا دائما مستمرة وانطلاقتنا مستمرة، هكذا التواصل مستمر أيها الحب الكريم مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في كل مكان. وإعلانات انطلاقة الشوط الثالث، الشوط الثاني للبكار، شوط أيضا بيرق زايد وشاح مقدم تحت شعار كلنا تميم الميد، كلنا نحن تميم الميد. شكرا يا فهد يا ابن علي بن سرعان المقدم. هنالك ايضا 10 وشاحات و10 بيارق و10 بنادق، وبالاضافه للزعفران وهنالك مبالغ نقديه افضل توقيت 1000 ريال، هنالك 1000 ريال مقدم والمقدمه والصداره. مشاهدينا امواج وصل راشد بن حمد ال سعد، نعم ال سعد يتمنى ان يكون يفوز، ولكن الظبي ناصر بن محمد المري، الله الله شوط كبير تعرف الاسماء، وصلت الله الشاهينيه وسعد بن سعيد بن رفاده غادر لا محاله، ورابع الاسماء الشاهينيه حمد بن صالح بن حذونه العزبه، ولكن الله ارجع الى المقدمه والى الصداره امواج وراشد بن حمد ال سعد، ال سعد يا البيرق يا بن سعد، ولكن حمد بن ناصر تحرك حمد بن ناصر المري، الله الظبي ظبي الفلا، هنالك ناصر بن محمد المري، يا ناصر روح يا ناصر، شوط اضافي البيرق والوشاح، وهنالك ايضا مكتب المعجز النادره يقدم لك بندقيه بهذا الاداء الجميل. سلام يا محمد يا بن ناصر، ناصر بن محمد الظبي، الظبي والامتار المجنونه والغاتله، من هو قتلهم بالناموس؟ صباح الخير راعي الظبي ناصر بن محمد المري، سلام يا الظبي البيرق، وهنالك مكتب المعجز النادر يقدم لك بندقيه بهذا الصباح اضافه للبيرق وللوشاح المقدم من فهد بن علي بن سلعان. سلام راعي الظبي، سلام سلام، نعم راعي الظبي تهلا الاسماء. وصلت مشاهدينا الكرام امواج وراشد بن حمد ال سعد تعرف الاسماء، كان نصيب سبات ومحمد بن عبد العزيز العطيه، من قدم سبات في ثالث الاسماء. التوقيت الزمني مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان، اشواطنا مستمره، التوقيت الزمني ساعه وصول الظبي، نعم دقيقتين و48، شكرا شكرا يا راعي الظبي، شكرا شكرا شكرا.